بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عنوان هذه الحلقة هو فهم الأحلام والرؤى من منظور علمي بهدي القرآن. فسأبين إن شاء الله في هذه الحلقة الحقيقة بشأن ما يراه الإنسان في منامه. طبعا هذا كمقدم لهذا الموضوع، كثير من الناس اختلط عليهم هذا الأمر ودخلوا فيه في تشويش، وتشويه كبير جدا. ومن الأسباب الرئيسية في ذلك هو اتباع كثير الناس لأهوائهم، وأهواء الناس يدعى المعرفة لأنهم يعرفوا في هذه الأمور. والله جل يقول في القرآن الكريم: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ومن المشاكل الأخرى في هذه الأمور بأن كثير الناس أصبح لديهم أبطالهم، يؤمن برأي فلان ورأي فلان وكتاب الفلاني. والله عز وجل يقول في القرآن الكريم في سورة آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ما معنى الاعتصام بالقرآن؟ أن يكون بطلك هو محمد عليه الصلاة والسلام وكتابك المرجع من القرآن الكريم، يعني أن تأخذ كل علومك من كتاب الله عز وجل من القرآن الكريم. فسيكون أسلوبي إن شاء الله في هذه الحلقة هو فهم الحقيقة بشأن ما يراه الإنسان في منامه عن طريق التفكر في آيات القرآن الكريم والتفكر في أحاديث الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. فبناء على هذا الأمر، كيف نفهم ما الذي يحدث للإنسان في منامه وماذا يرى في منامه؟ فأول شيء يمكن أن يراه الإنسان في منامه، يخبرنا بذلك الله عز وجل في سورة الإسراء آية 64 في قوله: بسم الله الرحمن الرحيم، واستفزز ما استطعت منهم بصوتك، وجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. استغفر الله العظيم. فهنا يعلمنا المولى عز وجل بأن من طرق تأثير الشيطان على الإنسان: وجلب عليهم بخيلك ورجلك. معنى وجلب عليهم بخيلك ورجلك من معانيها بأن الخيل هو الخيال. فإذا هنا يعلمنا الله عز وجل بأن الشيطان يستطيع أن يولد بيئة وهمية وتخيلات لك. فإذا أول شيء تراه في المنام، يمكن أن ترى نفسك في بيئة وهمية مرعبة مخيفة، وطبعا هذه من الشيطان، وهذا ما يسمى بالكابوس، يعني ترى نفسك في بيئة مرعبة مخيفة. هذا ما تعلمه من القرآن الكريم في موضوع كيفية تأثير الشيطان على الإنسان في النوم. وطبعا إذا تفكرنا الحديث التالي لمحمد عليه الصلاة والسلام ففيه يقول: الرؤية من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يكرهه فلينفث عن يساره ثلاثا ويتعوذ بالله من شرها فإنها لن تضره. فإذا يعلمنا حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام بأن الحلم الأحلام هي من الشيطان. وقبل الذهاب إلى يعني الشيء الثاني الذي يمكن أن يراه الإنسان في منامه، عندما أقول بأن الأحلام من الشيطان، فيلزمنا هنا فهم كيفية تأثير الشيطان علينا، لأن هذا كمان موضوع دخل الناس في اختلاط كبير جدا. والكتاب الوحيد على وجه الأرض يعلمك كيفية تأثير الشيطان عليك هو القرآن الكريم. فنستطيع الفهم كيفية تأثير الشيطان على كل واحد فينا عن طريق التفكر في آيات القرآن الكريم كما يلي. يمكن استنتاج من القرآن الكريم بأن لكل إنسان صوت نفس. ما هو صوت النفس؟ الصوت الذي تنطق به له سرعة معينة، ذبذبة معينة، خصائص معينة، وهو ذات الصوت الذي تسمعه في عقلك عندما تفكر مع نفسك بهدوء. فهذا طبيعي مع كل إنسان له صوت نفس، صوت الذي تنطق به هو ذات الصوت تسمعه في عقلك. ويمكن أيضا استنتاج من القرآن الكريم بأن لكل إنسان قرين. ما هو القرين؟ قرين عبارة عن شيطان موكل بك من لحظة الولادة لحظة الوفاة، يعني شيطان ملازم لك في هذه الرحلة الدنيوية. لكل إنسان قرين ولا يوجد إنسان معصوم من هذا. فالسؤال: كيف يؤثر عليك هذا القرين؟ يجيب الله عز وجل في سورة الإسراء آية 64: واستفزز ما استطعت منهم بصوتك. إذا يعلمنا الله عز وجل بأن هذا القرين يستفزك. ما معنى استفزاز؟ تعني أنه يخدعك بتدريج بصوته. واستفزز ما استطعت منهم بصوتك. إذا يعلمنا استنتاج هنا بأن القرين يتحدث إليك مثل ما الإنسان يتحدث إليك، ويحاول أن يخدعك بالأفكار المحتوى في صوته. يعني قرينك يتحدث إليك مثل ما الإنسان يتحدث إليك، ويحاول أن يخدعك بالأفكار المحتوى في صوته. وهذا يسألني سائل: إني لا أسمع إلا صوت نفسي، فأين هو صوت هذا القرين؟
يجيبنا الله على سورة الناس آية رقم 4. بسم الله الرحمن الرحيم. من شر الوسواس الخناس. الوسوسة معناها التحدث، خناس يعني مستتر ومتخفي. فإذا بيعلمنا الله عجل بأن القريب يتحدث إليك ولكنه في ذات الوقت يتخفى منك، أي يحاول لا يشعرك بوجوده. فكيف يستطيع قريبك يتحدث إليك مثل ما الإنسان يتحدث إليك ولكنه في ذات الوقت لا يشعر بوجوده؟ الطريقة العلمية الوحيدة للقيام بذلك هو إذا قام قرينك بمطابقة صوته من حيث النبرة ومن حيث اللغات ومن حيث أسلوبك في الكلام مع صوت نفسك الذي تسمعه في عقلك. إذا قرينك يقوم بمطابقة صوته مع صوت نفسك ويسمع الأفكار في عقلك وتعتقد نفسك تحدث بها ولكنها من قرينك، يعني يقوم قرينك بمطابقة صوته مع صوت نفسك وتسمع خواطر أفكار في عقلك وتعتقد نفسك تحدث بها ولكنها قرينك. فكيف تستطيع التمييز بين أفكار النفس وأفكار القرين؟ يجيبنا الله عز وجل هذا في القرآن الكريم في سورة البقرة آية 169 في قوله بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يعني الأفكار التي توسوس الشيطان الإنسان هي أفكار السوء لا تؤذي نفسك ولا غيرك، أفكار الفحشاء، أفكار القول على الله بما يعلم الإنسان والإساءة لله عز وجل والقيم الدينية. فطريق تحليل محتوى الأفكار يستطيع التمييز بين أفكار النفس وأفكار القرين. بعد هذا يستطيع فهم كيف أن الحلم والأحلام من الشيطان. ففي اليقظة كثير من الناس يسمع ولا إنسان معصوم من هذا، يسمع أفكار في عقله، يعني شيء يذكره بحادثة أو محادثة مع شخص آخر، وكأنه هناك زي خيال في عقله بأنه هذا الإنسان يتحدث إليه وهو يجيبه وشيء يجيبه، ويعني كأنها محادثة في عقله. والآن بعد هذا الفهم فهمنا أنه هذا الذي يجيبك في عقلك هو الشيطان يدخلك في محادثة، ويسمى أحلام اليقظة، فيكون الإنسان سرحان في أفكار تأخذ وتجيبه، يعني يكون في كأنه خيال وهو مستيقظ. وفهمناها الآن عن طريق الصوت المطابق صوت النفس قرينك يضع في هذه المحادثة الوهمية. في النوم نفس الطريقة يخيل لك خيال وهمي بالصورة وترى في نومك أمور تتحدث لك، تتشاجر مع شيء، يهجم عليك شيء، هذه كلها من الشيطان. إذا أول شيء تستطيع أن تراه في منامك أنك ترى نفسك في بيئة مرعبة مزعجة، ترى أمور غريبة ومخيفة، ترى بأنك تقوم بالسوء لنفسك ولغيرك عن طريق الشتم والضرب، أمور فحشاء، أمور نساء القيم الدينية، يعني الشيء يبعثك على الاضطراب النفسي، على القلق، على التعب، هذه كلها من الشيطان. وعلمنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف يتصرف في هذه الأحلام. لكل إنسان تصير هذه الأحلام. هناك ممارسة خاطئة من الناس أنه عندما يستيقظ يخبر بهذا الأحلام للآخرين، فقال يعني محمد صلى الله عليه وسلم يعني في الحديث: لا تخبر بتلعب الشيطان بك في منام. يعني في حديث محمد عليه الصلاة والسلام يقول في: من رآني في النوم فقد رآني، إنه لا ينبغي للشيطان يتمثل في صورتي. وقال: إذا حلم أحدكم فلا يخبر أحدا بتلعب الشيطان به في المنام. فيقول محمد صلى الله عليه وسلم: إذا حلم أحدكم فلا يخبر أحدا بتلعب الشيطان به في المنام. يعني يعلمنا حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام بضرورة عدم التحدث وإخبار الآخرين بالأحلام للشيطان في المنام. وإذا تفكرنا في هذا الحديث نجد رحمة محمد عليه الصلاة والسلام بالناس. فهناك حكمة في قول محمد صلى الله عليه وسلم بضرورة عدم إخبار الناس بالأحلام، لأنه إذا قلت لإنسان بأنك رأيت أفعى وتهاجمت مع شيء وشيء غريبة، أول ما يتبادر لذهن الإنسان أمامك بأنه أصبح عندك اختلال نفسي، وطبعا هذا سيجلب لك الألم والحسرة في تعامل الناس معك. شيء ثاني، يجب عدم إعطاء أهمية لأفكار وسائل الشيطان لأنها كلها كذب ومصممة لتشويش الإنسان. فعندما تخبرها للناس الآخرين سيتذكروها وسيكون مصدر تشويش لك ولغيرك، وهناك خوف من تصديق الناس بهذه الأكاذيب. فهمنا الآن ماذا يمكن أن يرى الإنسان في منامه وكيف يتصرف مع هذه الأحلام. الشيء الثاني يمكن أن يراه الإنسان في منامه أخبرنا عنه الله عز وجل في سورة يوسف آية رقم 4. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذن يعلمنا الله عز وجل هنا
لأن الشيء الثاني يمكن تراه في منامك هو رؤية الله عز وجل، مثل الرؤية التي رآها يوسف عليه السلام. ومن التفكر في هذه الرؤية التي رآها يوسف عليه السلام استنتج صفات الرؤية. أولا، بأنك تجد نفسك في بيئة غير مرعبة، بيئة تبعث على الطمأنينة، على الراحة. ثانيا، تكون فيها رسالة واضحة لك ولها علاقة بظروفك. ثالثا، تكون فيها تصبير، إعطاء صبر على شيء سيحدث مستقبلي، مثل وفاة شخص عزيز. فالله عز وجل رحمته يهيئك لهذا الشيء الذي سيحدث لتكون مستعد نفسيا ومهيئ نفسيا لهذا الأمر. ممكن أن تكون في الرؤية إعطاء صبر على شيء فات قبل، مثلا إنسان توفى له شخص عزيز فيرى رؤية تطمن على هذا الشخص. يعني تكون في الرؤية تكون أنت مرتاح، لا توجد في رهبة وخوف، فيها رسالة واضحة لك. هذه رؤية من الله عز وجل. وأخبرنا حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام أيضا كيفية التصرف مع هذه الرؤية، يعني أيضا الرؤية لها طريقة للتصرف فيها. وطبعا نجد هذا في قول الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام في الحديث الشريف: الرؤية الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، ويلفت ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها تضره. إذا يعلمنا حبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام كيفية التعامل مع الرؤية، لأنه إذا رأى الإنسان رؤية بالمواصفات التي قلت، إنه يجب عليه أن يخبر، إذا رأى هذه الرؤية يستطيع أن يخبرها لمن يحب. والحب في الإسلام هو الحب في الله، يعني تخبر بها من يعني تحب في الله. وهذا الإنسان من صفاته بأن يكون مؤمن، بأن يكون قريب من الله عز وجل، لأن الإنسان يحب الإنسان قريب من الله عز وجل. فتخبر بها من يعني قريب من الله عز وجل، عالم بأحوالك وظروفك. لماذا؟ وهناك طبعا رحمة من محمد صلى الله عليه وسلم في هذا، لأنه عندما تخبر من هو قريب من الله عز وجل سيعينك على هذه الرؤية، وسيشاركك في كيفية تفسيرها، ويكون مطلع على أحوالك فيستطيع أن يساعدك ويعينك عليها. أما إذا قلتها لإنسان بعيد عن الله، إنسان سيء، سيقوم بتسبيح الذي رأيته ويقول لك بأن تتخيل هذه الأمور، ولن يعينك على فهم مراد الله فيها. إذن ألخص الذي قلته: الإنسان يمكن أن يرى في منامه شيئا رئيسيا. أول شيء، شيء مرعب، شيء تشويش، سوء، فحشاء، إساءة لله عز وجل، هذه من الشيطان، ولا تخبر بها الناس وإنها لا تضرك. الشيء الثاني يمكن أن يراه الإنسان هو رؤية من الله عز وجل فيها شيء مطمئن، فيها شيء جميل، فيها يعني رسالة واضحة للإنسان، فهذه تخبر فيها من تحب ليعينك عليها وليساعدك على فهم مراد الله عز وجل فيها. فإذا الأحلام من الشيطان لا تفسر ويجب على إخبار الناس بها. الرؤية تفسر من قبل صاحب الشأن ومن قبل إنسان قريب الله عز وجل مطلع على أحوال ذلك الشخص. نأتي إلى كيف تحدث الحلم والرؤية من منظور علمي. الآن نأتي هذا، فهمنا إن شاء الله ماذا يحدث. الآن من منظور علمي، كيف تحدث الرؤية وكيف يحدث الحلم؟ الآن أنت نستطيع فهم هذا الأمر، تفكر في قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي توفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم ما كنتم تعملون. صلى الله عليه. فهنا الله عز وجل يقول: وهو الذي توفاكم بالليل، وهو الذي توفاكم بالليل. فنلاحظ الله عز وجل شبه النوم بالوفاة، فما هو الإعجاز في هذا التشبيه؟ يعني عندما ينام الإنسان تتعطل وظائف الحيوية مثل الحركة، البصر، السمع، المضغ، تناول الطعام. في الوفاة نفس الشيء، تتعطل وظائف حيوية للجسد، ولكن يبقى شيء في حالة النوم وفي حالة الوفاة لا يموت ولا ينام، وهو الروح. وروح الإنسان طبعا شيء شرحته في مواضيع سابقة، عبارة عن ضوء، مجال كهرومغناطيسي يضعه الله عز وجل في جسم الإنسان. وهذا النور لا ينام ولا يموت. وقال محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث:
تنام عيني ولا ينام قلبي، تنام عيني ولا ينام قلبي، أي ينام الجسد ولكن لا ينام القلب. القلب هنا المقصود به هو مركز الروح، يعني الروح لا تنام. ومن رحمة الله عز وجل في الإنسان النوم من ناحية علمية، لأنه هو عبارة عن توقف مؤقت للجسد، يحدث فيه عملية تجديد الأنسجة في الجسم، يعني إذا شبهناها بمصنع مثل توقف مؤقت المصنع لإعادة لعملية الصيانة. فالنوم عبارة عن توقف مؤقت الجسد لعملية إعادة بناء الأنسجة. فالروح تبقى، والروح من نور من الجهة المغناطيسية. الآن الشيطان الله عز وجل يقول في سورة الرحمن آية 15 بسم الله الرحمن الرحيم وخلق الجان من مارج من نار. الشيطان خلق من مارج من نار، والنار عبارة عن ضوء، يعني مجال كهرباء مغناطيسي. فعندما يوسوس الشيطان الإنسان في منامه يوسوس لروحه لنفسه، فيصدر أمواج كهرباء مغناطيسية. بما أنه عبارة عن نور أو مجال كهرباء مغناطيسي يصدر مجال كهرباء مغناطيسي. الآن أنت روحك مجال كهرباء مغناطيسي، الجان مجال كهرباء مغناطيسي، فيستطيع يستطيع المجال الشيطان يؤثر عليك. كيف؟ مثلا ولله مثل أعلى، إذا كان هناك محطة إرسال راديو تصدر أمواج كهرباء مغناطيسية وهناك مجال آخر أثر على هذا المجال الأصلي، فأنت كمستقبل تسمع شيئين اثنين، لأن يعني المجال الكهرباء مغناطيسي يستطيع أن يؤثر على المجال الآخر. وبالمثل الشيطان عندما يتحدث فإنه يولد أمواج كهرباء مغناطيسية تحدث تغيرات في المجال الكهرباء مغناطيسي لنفسك لروحك، وهذه التغيرات تراها كصورة كصوت في منامك، وفي يقظتك تراها كصوت. أعطي مثال توضيح هذا الأمر. شريط الفيديو اللي يسجل عليه صوت الصورة كيف يعمل؟ يكون عليه مجال كهرومغناطيسي، لأنت تطبع عليه الصورة، تطبع عليه الصوت، تولد مجال كهرومغناطيسي خارجي يغير هيكلية هذا المجال، وهذا التغيير يقرأ كصورة كصوت. فبالمثل الشيطان يوسوس لك يحضر تغيرات في مجال نفسك، هذه التغييرات تقرأ كصوت وتراها كصورة. إذن فهمنا الآن كيف تحدث الأحلام. وبالنسبة للرؤى أيضا، الله عز وجل نور السماوات والأرض، فالرؤية وحي من الله عز وجل، والله جل نور، فإذن تحدث هناك من النور الأمواج الهرمونية تحدث تغيرات في النفس البشرية وتراها كرؤية. تستطيع التمييز بين الاثنين عن طريق محتواها كما بينت، إذا كان محتواها مرعب سيء كذا يكون من الشيطان، كان محتواها جميل مطلع الرسالة من الله. ولكن الآلية هي عبارة عن مجال كهرومغناطيسي يؤثر على مجال الروح، تغيرات تحدث في الروح هي تقرأ كصورة وكصوت. وهذا طبعا يقودنا إلى آخر شيء في هذه الحلقة، وهو عذاب القبر. كثير من الناس دخلوا في متاهة في هذا الأمر أيضا. فما هي الحقيقة بشأن عذاب القبر؟ الإنسان عندما يموت يتحلل جسده، ولكن الشيء الذي لا يموت هو الروح. فإذا عذاب القبر لا يوجد مجال للتعذيب الجسدي، يعني لا يوجد مجال بعد الوفاة للتعذيب الجسدي، ولكن الروح تبقى. فإذا عذاب القبر هو عذاب نفسي، عذاب روحاني، مثل الذي تراه في منامك. إذا كان الإنسان سيء يرى أمور سيئة، يرى مكان جدا صعب ذاهب له، فيصبح كأنه في كابوس لا يستطيع النوم فيه ولا يستطيع يستيقظ منه. إذا الإنسان صالح يرى أمامه شيء جميل، شيء مطمئن، فيكون في نعيم وتمر عليه سنوات كلحظات. إذا عذاب القبر هو عذاب نفسي، عذاب روحاني، مثل ما يراه الإنسان في منامه، ولكن الفرق أنه لا يستطيع أن ينام فيه ولا يستطيع أن يستيقظ منه. إن شاء الله أخواني وأخواتي نلاحظ كيف جمال القرآن الكريم وفهم الأمور بهدى القرآن الكريم وسنة محمد عليه الصلاة والسلام. هذا شيء صحيح حق 100%. أما اتباع الإنسان لأهواء ببعيد عن القرآن الكريم تدخل في متاهات وفي تشويش وفي أمور متعبة جدا. ولمعلومات أكثر عن هذا الموضوع رجاء تفضل بزيارة موقع شبكة الإنترنت www.quran-american.com. يمكن التواصل معي عن طريق البريد الإلكتروني zaidquran@yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.